الحاجه او الحوايج اللي ما غاديش ترد لهم البال وغادي تخرج بهم ان شاء الله، هو انه الا قدرتي بصح تتاقلم مع هذا الوضع، الدراسه عن بعد وما خليتيهش ياثر عليك وحافظتي على النتائج ديالك ومستواك، غادي نضمن لك بنسبه كبيره مستقبلا انك غادي تولي قادر تخرج من اي مازق طحتي فيه ان شاء الله. سواء تكون مزوج وعندك مسؤوليه كبيره وهانت خدام واحد النهار حتى تصبح جالس الشركه دارت فايت، ولا يخرجوك من الدار، ولا شي نهار تسمع شي هضره ماشي هي هذيك، غادي تولي عندك القدره انك تتماشى مع الوضع كيف ما هو. كان كيتخصك 100 درهم ديال المصروف ديالك في النهار، غادي تولي تمشي حتى ب 10 دراهم. ايوا بين ليا، يلا ياك كتقرا باش في الاخير تستقل، يلا بين ليا الاستقلاليه ديالك من دابا، وبين ليا انك ما محتاجش الاستاذ اللي كيقرا عليك الدرس وما كيشرحش. انت دابا عندك اختيارات، يمكن لك تشوف لي كور في الانترنت من اساتذه واشخاص مختلفين ونماذج متنوعه، ها المنصه اللي كتقرا فيها، ها يوتيوب، ها جوجل. يلا صنع لي عالم ديالك بوحدك وسميه مدرسة أو عالم أحمد، مدرسة فاطمة الزهراء، ودير ليه نظام داخلي ديالك بوحدك، ودرس جميع الأشياء اللي تقدر تهرس ليك العالم ديالك، وشوف مع داركم ولا خوتك ولا صحابك اللي معك، وناقش معهم النقاط اللي داخلين معك فيهم، وحاول تقنعهم باش يخليوك تخدم وما يبرزطوكش، وينجح ليك العالم ديالك، ويخليوك تطبق داك الشيء اللي ناوي دير. هذا المشروع ديالك خاصك تدافز معاه وتدافع عليه، وما تخليش الآخرين يهرسوه ليك، والعصر ديال اليوم ما كيسمحش لك تقول ما عرفتش، ما وراونيش، خباو عليا، ما علمونيش، ما قالوش ليا. كان بامكانك تقولها شحال هذه اليوم، جو سوي ديزولي، ما خاصكش تقولها، وخاصه الا كنتي طالب جامعي، حيت الفرق ما بين الطالب والتلميذ هو ان الطالب خاصو يبحث ويقلب على المعلومه الا ما تلقاهاش، وما يتسناش الاستاذ يعطيه كل شيء، وحتى الا ما عطاه والو خاصو يجيب داك الشيء بوحدو، ولا سيبور والمصادر راهم كاينين في الشبكه.